تريد الحصول على 4000 ساعة مشاهدة على قناتك؟ تريد الدعم؟ واصل معنا هذا الفيديو إلى الآخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمشتركي وزوار قناة ريلاكس شانل تيوب دي زد. بعد أن قمنا بالمسابقة رقم 1 والتي فازت فيها قناة لنتعلم بجد، والحمد لله تحصلت على مجموعة من الساعات لا بأس بها، وإن شاء الله الدعم لهذه القناة لا يزال متواصل لحد الساعة. اليوم قررنا أن نقوم بإنشاء مسابقة جديدة للقنوات للاستفادة من هذه الخدمة المجانية، وهي المساعدة في تحقيق الشرط الثاني لليوتيوب والذي يتمثل في 4000 ساعة مشاهدة. نذكر الإخوان بشروط المسابقة، وهي شروط سهلة وبسيطة للغاية للجميع. يجب أن يكون المتسابق مشترك في قناة ريلاكس شانل تيوب دي زد. ثانيا، وضع تعليق في هذا الفيديو دون الإشارة إلى كلمات محظورة على منصة اليوتيوب. الشرط رقم 3 هو تجميع كل الفيديوهات في قائمة تشغيل واحدة حتى يتسلم لنا المساعدة بطريقة فعالة. كل من كان مجموع ساعات فيديوهاته كبير سيستفيد أكثر من هذه الخدمة المجانية، وسيشاهد الفرق في إحصاءات القناة الخاصة به. صاحب القناة الفائزة يستفيد من العرض لمدة 24 ساعة من نشر اسم قناته بالموضوع، وتشغيل المشاهدة يكون على حواسيب وهواتف متعددة، 5 حواسيب و6 هواتف، كل واحد منهم متصل بالإنترنت لوحده وهي عالية التدفق. تدرج ساعات المشاهدة لقناة الفائز في خانة تحقيق الربح بعد 48 ساعة، لأن سياسة اليوتيوب تعمل بهذه الطريقة. ويمكن لصاحب القناة الفائزة التحقق من الساعات المظهرة إليه في الإحصاءات ويجدها في وقت المشاهدة. هذه المرة بإذن الله سنقوم بعملية السحب حسب عدد التعليقات، بمعنى أنه إذا كان عدد التعليقات 10 فسنقوم بسحب قناة واحدة، إذا كان عدد التعليقات 20 سنقوم بسحب قناتين، وهكذا دواليك. يعني إذا كانوا مثلا 100 تعليق وتفاعل يكون كبير في الفيديو في هذه المسابقة، سيكون عدد القنوات المستفيدة من هذا العرض كبير. لكل القناة فائزة الحق بالاستفادة مرة واحدة حتى يتسنى لنا مساعدة أكبر عدد ممكن من الأخوة والأخوات. يعني القناة الفائزة سابقا وهي قناة لتعلم بجد، وإن حصلت على سحب، ولا أدري ممكن تكون ساعدت الحظ لمرتين، في هذه الحالة سنقوم باستبعادها ونقوم بعمل سحب ثاني. بالنسبة للسحب عادي كما قمنا سابقا، السحب يكون بطريقة آلية عن طريق موقع، وسنقوم بشرح هذا عملية السحب. مثلا نقوم بأخذ هذا الموضوع مثلا والذي قمنا بعملية المسابقة عليه، نقوم بنسخ الرابط، نذهب إلى الموقع، نقوم بإدراج رابط الفيديو، نقوم بعملية فلترة للردود، ونقوم بعملية. هنا وجدنا كان يوجد 39 تعليق. الآن سنقوم بعملية السحب. مثلا القناة الفائزة هي عماد يايو، نقوم بالدخول إلى هذه القناة كما قمنا به سابقا في المرة الماضية. صاحب هذه القناة لا يتضمن أي محتوى، لا يوجد فيه فيديوهات. في هذه الطريقة سنقوم بإلغاء هذه القناة ونتخطاها ونقوم بعملية سحب ثانية. ندخل إلى هذه القناة الذكية وهذه نفس الشيء، هذه القناة لا تملك فيديوهات. يعني بهذه الطريقة نقوم بفلترة القنوات وأخذ القناة التي لها عدد من الفيديوهات مرفوعة عليها، ونساعدها إن شاء الله قدر المستطاع. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. بالنسبة إلى النقطة الثانية، عملية سحب القنوات ستكون غدا إن شاء الله في
تمام الساعة 10 مساء، وسيتم إدراج فيديو بأسماء القنوات الفائزة أو القناة الفائزة، وهذا حسب تفاعل الإخوة والأخوات في الموضوع. بالنسبة لنقطة أخرى وأود أن أشير لها، أنه توجد قناة للأخ عمرو أف أف، والذي يقوم منذ مدة طويلة بمساعدة القنوات سواء في اكتساب مشتركين جدد أو في مساعدتنا أيضا في عملية التشغيل وفوز القنوات بعدد لا بأس به من الساعات. والشكر كل الشكر للأخ عمرو أف أف الذي يسعى جاهدا منذ فترة في تقديم المساعدة للقنوات الممتلئة. بالنسبة لطريقة العمل مع هذا الأخ، ونحن نعمل توجد مجموعة أخرى ما شاء الله تقوم بالمساعدة وبارك الله فيهم كلهم. بالنسبة لطريقة العمل مع الأخ، أن تقوم بالاشتراك في قناته، وهو يقوم بعمل فيديوهات لايف يوميا ويشكر على ذلك لأنه مجهود كبير جدا. قلنا الدخول على هذه اللايفات والتواصل معه، وسيقوم بتوجيهكم وإرشادكم إلى طريقة العمل، وهي طريقة فعالة، وعدد الإخوة أو الأخوات الذين عملوا معه وصلوا إلى نتائج مرضية وما شاء الله، وشكرا له على هذه المجهودات الجبارة. أي شخص يود الانضمام أن يدخل إلى قناة الأخ عمرو أف أف، وإن شاء الله سيستفيد أكثر وأكثر وأكثر، ونحن كل يوم نساعد قدر المستطاع مجموعة كبيرة من القنوات والحمد لله، وكل هذا لوجه الله إن شاء الله. هذه الخدمة التي نقوم بها وهي خدمة مجانية لفعلنا الجميع، وبارك الله فيكم. إلى الملتقى إن شاء الله غدا الساعة 10 بتوقيت الجزائر، وشكرا.